بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى الفورس فنتريكل، الكافيتي بتاع الهايند برين، والبرين في عدد 5 كافيتيز، 4 منهم يسبح فيه سائل النخاعي الشوكي اللي اسمه سيريبرو سباينال فلويد. أول واحد فيهم اللي هندرسه من تحت لفوق كان الرابع اللي اسمه الفورس فنتريكل. ايه الكافيتي ده وايه حكايته وايه الباوندز بتاعته، ايه الاناتومي، ايه الفيتشرز بتاعته، ده اللي هنعرفه حالا. ورؤوس الموضوعات بتاعتنا كانت كالتالي: عاوز يشوف الديفينيشن تعريفه، السايت والشيب مكانه وشكله كان ايه. بنقول ان ده الكافيتي اوف ذا هايند برين. هو ايه اصلا الهايند برين؟ الهايند برين من خلال هذه الرسمه هو الجزء من البرين اللي كان بيشمل البرين ستيم من الامام والسربيلا من الخلف. الاجزاء دي مع بعضها كده اسمها الهايند برين. الهايند برين ده السيربيلم والبرينستيم مش لازقين في بعض، ده بينهم سبيس. هذا السبيس، هذا الكافيتي اسمه الفورس فنتريكل. ايه حكايته ده؟ ده كان احد الممرات اللي بيسبح فيها السائل النخاعي الشوكي اللي اسمه السيريبرو سباينال فلويد، وده سائل مهم جدا وخطير وله دلالات طبيه محترمه هنتكلم عنها في وقته. هنتكلم الاول على الفورس فنتريكل. بنقول شكل هذا الكافيتي، شكله كان دايموند شيب. دايموند شيب يقع بين البونس والمضلة من الامام والسربيلا من الخلف. يبقى عرفنا تعريفه، شكله، موقعه. تعالوا نشوف بعد كده بقية الاناتوميكال فيتشرز وكانت تشمل اجزائه ايه. بنقول ان الفورس فنتريكل مكون من جزئين اتنين. هذا التجويف له جزئين، جزء علوي اسمه بونتاين بارت وجزء سفلي اسمه ميدلري بارت، والاثنين سيبريتد عن بعض بميدلري استرا. ايه الحكايه ديت؟ الرسمه الشهيره بتاعتنا للبرين ستيم من الخلف، ده البرين ستيم من الخلف، فتبدو يبدو فيها الميد برين من الخلف بالاربعه كاركترستيك راوند الفيجنز اللي اسمهم الكولوكيولاي ثم البونس والمضله. طيب الكافيتي بتاعنا اللي اسمه الفورس فنتريكل اللي بيقع خلف البونس والمضله، اذا ده لاند مارك، لان المنظر ده من البرين ستيم هو منظر خلفي، يبقى ده بوستيريور فيو اوف ذا برين ستيم. طيب ادي البونس ودي المضله، يا ترى ما فيش حاجه فيهم يعني تقدر تميزني؟ ده الابر بونتاين وده اللور مضلر، يعني الابر بارت بونس واللور بارت مضله. مفيش كده اللاند مارك من البونس والمضله، فيه في الخطوط العرضيه اللي ماشيه بالعرض ديت اللي كان اسمها الميدلري استرايا. اذا الموقف عندي كالتالي: من هنا ده ميد برين، ومن هنا ده بونس، ومن هنا ده مضله. الميد برين لا علاقه له بموضوعنا، لا يشترك ابدا في حدود الفورس فنتريكل باستثناء جزء صغير كده هيمثل باوندري اللي هو السوبيريور سيربيلر بدان، كنا نتكلم عنها حالا. اذا اجزاء الفورس فنتريكل الاثنين، ابر بونتاين بارت ولور ميدلري بارت. فين الفورس فنتريكل هنا؟ لما نشوف مع بعضنا كده في كافيتي اهو، ده الكافيتي بالداخل. الكافيتي ده له غطا من بره اهو مقطوع، ومن الناحيه دي هنا مقطوع، والغطا بتاعه من هنا اهو مقطوع، ومن هنا مقطوع. اذا الكافيتي اللي شكله دايموند شيب ده هو الفورس فنتريكل، مكون من جزئين اثنين، ابر بونتاين ولور مدلري، والحد الفاصل بينهم كان المدلري استراي. طيب تعالوا نشوف الباوندريز لهذا الدايموند شيب دي كافيتي. في سوبيرو لاترال باوندري، السوبيرو لاترال باوندري كان السوبيرور سيربيلر بدانكل، ديت هي السوبيرور سيربيلر بدانكل. الانفيريور لاترال باوندري كانت الانفيريور سيربيلر بدانكل. امال ليه انا كاتب الميدل سيربيلر بدانكل هنا؟ ده الجزء من الميدل سيربيلر بدانكل المقطوع اللي جاي من البونص من الامام وراجع للخلف ومغطيه من فوق السوبيريور سيربيلر بدانكل. كان هنا دي السوبيريور سيربيلر بدانكل ودي الميدل بس مقطوعه من هنا. طيب ده كان البارتس اوف ذا فورس فنتريكل. تعالوا نتكلم على الوولز اوف ذا وول. الوول للفورس فنتريكل كان له اثنين وولز، له انتيريور وول وله بوستيريور وول. الانتيريور وول اللي يقولوا عليه الفلور، والبوستيريور وول اللي يقولوا عليه الروف. تعالوا نتكلم اولا على الروف. ده الروف بتاعي اهو. الروف فيه جزء
من الفورس فنتري كان مغطي البونس وجزء اخر كان مغطي المظله. طيب الجزء اللي كان مغطي يعني عامل روف للفورس فنتريكل من ناحيه البونس كان مين؟ كان الميديال ايدج اوف ذا سوبيريور سيريبيلر بدانكل اهي، وطالع منها ممبرين. هذا الممبرين ماشي بالعرض يقابل الممبرين اللي من الناحيه الثانيه ويقفلوا لي الفورس فنتريكل من ناحيه البونس. هذا الممبرين اسمه سوبيريور ميدلاري فيلم. وبالمثل البوستيريور وول او الروف من تحت اهو كان الانفيريور سيريبيلر بدانكل اللي ايضا كان طالع من الايدج بتاعتها ممبرين، هيقفل الفورس فنتريكل من ناحيه المظله ويسموه انفيريور ميدلري فيلم. دول كان ده الروف اللي هو البوستيريور وول. طب ماذا عن الفلور؟ الفلور او الانتيريور وول، مش احنا قلنا انه متقسم الفورس فنتريكل لابر بونتاين ولور ميدلري؟ ايوه. فهنجد ان الفلور اوف ذا فورس فنتريكل يعني الانتيريور وول جزء منه بيمثله البوستيريور سيرفيس اوف ذا بونس، وجزء منه يمثله البوستيريور سيرفيس اوف ذا مظله اللي احنا اخدناهم قبل كده. طب البوستيريور سيرفيس اوف ذا بونس في ايه؟ ما احنا نرجع بقى لمحاضره الفيديو البونس هنشوف ايه البوستيريور سيرفيس اوف ذا بونس اللي بيشارك في تكوين الفلور اوف ذا فورس فنتريكل. هيكون من ثلاث حاجات. مين هم؟ ادي رقم واحد اتنين تلاته اهو. مين واحد اتنين تلاته؟ الميديان لونجيتودينال فيشر والميديال امننس. الميديال امننس ده احنا نسيناه. ده الميديال امننس ده البروز اللي على البوستيريور سيرفيس اوف ذا بونس اللي عملته الابديوس انت نيوكلس. طيب الفيشيال كوليكولس دي كانت عباره عن ايه؟ ده الراوندد اليفيشن اللي متعلق في الميديال امننس وعملته الفيشيال نيرف نيوكلس. ادي الايه؟ ادي الثلاث حاجات اللي بيشكلهم الفلور اوف ذا فورس فنتريكل من ناحيه البونس. طب امال من ناحيه المظله؟ هي الاستراكشرز، هي الفيتشرز اللي كانت ظاهره على البوستيريور سيرفيس اوف ذا اوبن مظله اللي هم كانوا مين؟ تعال نشوف مع بعضنا كده. اللي هم كان عندي الفيشر ده وخلاص اللي هو الميدل لاين، قلت له فيشر، ثم الثلاثه ترايجونز على الميدل لاين على طول على السايز اوف ميدل لاين، الهايبوجلوسال ترايجون وجنبها الفيجال ترايجون وجنبها الفيستيبولار ترايجون. ادي كده مجموعة الاستراكشرز اللي كانت بتمثل الفلور والروف اوف ذا فلور والروف اوف ذا فورس فنتريكل. هناك بس نقطة أخيرة عايز أقول عليها. بنقول إيه؟ بأكدها تاني إن الفيتشرز اوف ذا أبر بونتاين بارت اوف ذا فلور هي نفسها الفيتشرز اوف ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا بونز، وفي نفس التوقيت إن الفيتشرز اللي كانت موجودة على اللور ميدلري بارت هي نفسها السيم فيتشرز of the posterior surface of the open مظله. طيب في دياجرام صناعي معمول بيدي، ادي كان نشوف كده السوبيريور سيربيلر بدانكل والممبرين اللي بينهم اسمه سوبيريور ميدلاري فيلم، وادي الميدل ميدل سيربيلر بدانكل. يبقى احنا كده دخلنا على البونس. السوبيريور سيربيلر بدانكل كان الجزء منين؟ من الجزء تبع الممبرين، فمش تبعنا. الميدل سيربيلر بدانكل دي تبع البونس. طيب من هنا كانت الانفيريور سيربيلر بدانكل دي تبع المظله اوبلونجاتا. طيب اذا كانت ديت يبقى كده عندي ده ميد برين وعندي ده بونس وعندي ده مظله، والمظله يعني زي ما احنا شايفين متقسمه الى اوبن مظله وكلوزد مظله. طيب الكلوزد مظله كان فيها جراسيل تراكت منتهيه بالجراسيل تيوبركل، ومن هنا اللاترال لها كونيت تراكت منتهيه بالكونيت تيوبركل والانفيريور سيربيلر بدانكل. تعالوا نشوفوا بقى الفلور في ايه. الفلور ده مش قسمناه الى ابر بونتاين ولور مدلري؟ ايوه صح. طب هنا يعني اذا البونس والاوبن مدله فقط هم اللي هيكونوا الفلور بتاعنا. طيب هنا لازم حاجه بالعرض تفصلهم. مين اللي هيفصلهم؟ المدلري استرايا اللي هتفصل الابر بونتاين بارت عن اللور مدلري بارت اوف ذا فلور اوف ذا فورس فنتريكل. فهنجد في الابر بونتاين بارت هنجد الثلاث حاجات بتاعتنا. مين هم؟ ادي واحد الفيشر اللي اسمه ميديان لونجيتيونال فيشر. اثنين هنجد الابديوسنت نيوكليوس اللي كان اسمها ميديال امننس. هنا هنجد الفيشيال نيوكليوس اللي كانت ظاهره على السيرفيس في صوره فيشيال كوليكليوس. شوفوا مع بعض كده، ادي الثلاثه مع بعض، الميديان لونجيتيونال فيشر والسهم رايح عليه اهو، وادي الميديال امننس اللي هو بيمثل
الانترنال لوكيشن اوف ذا ابديوشن نيوكلاس، وهنا الفيشيال كوليكولاس اللي كان بيمثل الانترنال لوكيشن اوف ذا فيشيال نيرف نيوكلاس. طب ننزل على مين؟ على اللور ميدلري بارت اوف ذا فلور اوف ذا فورس فنتريكل اللي كان فيه مين؟ الثلاثه ترايجونز. ايه الثلاثه ترايجونز؟ الثلاث مثلثات، الثلاث منخفضات، الثلاث حفر اللي موجودين في هذه المنطقه من البوستيريور سيرفس اوف ذا ميدلا اللي هم كانوا مين؟ في النص اهي هنجد الانفيرور فوفيا بتاعه الفيجاس نيرف نيوكلاس، على الميديال سايد بتاعها من هنا هنجد مين؟ الهايبوجلوسال ترايجون اللي هي دي اللي كانت بتمثل مين؟ اللي كانت بتمثل الانترنال لوكيشن اوف ذا هايبوجلوسال نيوكلاس. هنا الفيستيبولر ترايجون اللي كانت بتمثل جزء من الفيستيبولر نيوكلاس اللي كانت موجوده اساسا فين؟ في البونس، وجزء منها نازل عندي فين؟ في الاوبن ميدلا. هذه هي الفيتشرز of the floor of the fourth ventricle. تعالوا نشوف بعد كده الفتحات الموجودة عندنا في الفورث فنتركل. الفورث فنتركل ده مفتوح، مفتوح بثلاث فتحات. في ثلاث فتحات طلع منه، هتوصله بمين؟ هتوصله باللي حواليه. هيوصل باللي حواليه ازاي؟ الفورث فنتركل ده هيكون على اتصال بتحت. تحت بمين؟ هيكون على اتصال ب بالسنترال كانال اوف ذا سبينال كورد من خلال المدلة اوبلونجاتا. طيب يبقى اذا هو على اتصال هيكمل تحت بالسنترال كانال اوف سبينال كورد، هيتصل بعد كده بالسب اراكنويد سبيس. ايه السب اراكنويد سبيس؟ طب تعالوا نفك طلاسم الرسمه الاول. طلاسم الرسمه بتاعتي ادي السوبيرو سيربيلر بدانكل عارفينها دي، وادي الميدل سيربيلر بدانكل عارفينها. طب بين السوبيرو سيربيلر بدانكل من هنا وبين السوبيرو سيربيلر بدانكل من الناحيه ديت كان في الممبرين ده اللي بيقفل السبيس ويحوله الفورس فنتركل، هو شكل الروف. مين ده؟ اسمه ايه؟ اسمه السوبيريور ميدلري فيلم، ولولاه لكان الفورس فنتركل ظهره مكشوف. اذا ده الروف اوف ذا روف اوف ذا فورس فنتركل اللي كان بيصنعه السوبيريور ميدلري فيلم المربوط بين التو سوبيريور سيربيلر بدانكلز. طيب من هنا ديت الانفيرور سيربيلر بدانكل، وادي الجراسيل تراكت وتيوبركل، وده الكونييت تراكت وتيوبركل. الانفيرور سيربيلر بدانكل هتتوصل بالانفيرور سيربيلر بدانكل على الناحيه الثانيه وهيقفلهم من برين، هو اسمه الانفيرور ميدلاري فيلم. كويس، فين بقى الفتحات بتاعتنا؟ الفتحات جوه الممبرين المنقط ده هنجد الفورس فنتركل، فهنجد في فتحه هنا موجوده عندي. هذه الفتحه موجوده فين؟ الفتحه دي الاول اسمها ايه؟ اسمها ميديان اوبننج او فورمن اوف ميجندي. ميديان اوبننج او فورمن اوف ميجندي. الفورمن اوف ميجندي دي عباره عن فتحه في اللور بارت اوف ذا انفيريور ميدلري فيلم اللي كان رابط التو انفيريور سيربيلر بدانكل وبيشكل الروف اوف ذا فورس فنتركل من ناحيه المظله. ايه الفورمن اوف ماجندي ده؟ هذا الفتحه اللي ما كانت موجوده في الانفيريور ميدلري فيلم، يعني في اللور بارت اوف ذا روف اوف ذا فورس فنتركل، هتوصل الفورس فنتركل من جوه بالكافيتي اللي فوق منها من بره، الكافيتي اللي ناحيتنا احنا اللي اسمه السب اراكنويد سبيس. طب دي اول ايه؟ اول فتحه. وبعد كده في فتحتين اتنين في الجنب. في الجنب في جيبين اتنين عند اللاترال انجل اوف ذا فورس فنتركل. الفورس فنتركل له اربع انجلز، ابر انجل ولور انجل وتو لاترال انجلز. عند التو لاترال انجل كان في جيبين اتنين من الفورس فنتركل، جيب زي الجيوب بتاعت السروال، ادي جيب وادي جيب. الجيب ده اسمه لاترال ريسس. هنجد ان بكل ريسس في فتحه، الفتحه ديت بيسموها لاترال اوبننج او opening او foramen of Lushka. الفورامن اوف Lushka او التو لاترال اوبننجز ديت عباره عن فتحات في اللاترال ريسس في الجيب الموجود في اللاترال انجل اوف ذا فورس فنتركل، هتوصل الكافيتي بتاع الفورس فنتركل من جوه بالسب اراكنويد سبيس من بره بهذا الشكل. السب اراكنويد سبيس او الفورس فنتركل اولا هيتصل بالسنترال كانال اوف سبينال كورد من تحت، وهيتصل بالسب اراكنود سبيس عن طريق ثلاث فتحات، وفتحه ميديان اسمها فورمن اوف ماجندي، وفتحتين لاترال اسمها اوبننج او فورمن اوف لاشكا.